بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع بعض في مادة الهيدروجين البيئية وضبط جودة المياه. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، ويعتبر ده من الأجزاء المهمة قوي في المنهج، لأنها تعتبر حاجة أساسية في علم الوتر كواليتي أو جودة المياه، وهي أجهزة القياس العملية. إحنا في المنهج ده بنعمل حاجة مهمة قوي، والحاجة دي تعتبر أساسية في مصر حاليا أو في العالم كله، وهي إن المياه مورد مهم جدا، وعشان كده لازم نعمل له إضافة. نحنا لازم لو عندنا نهر أو عندنا تبعة أو عندنا بحيرة، إزاي أقدر أستغل المورد الطبيعي المائي ده بحيث إن محصلوش مشكلة وبالتالي مقدرش أستفيد منه. فالإضافة بتاعت أي مورد مائي سواء كان نهر أو بحر أو تبعة بتتضمن حاجتين، ان انا بشوف الكميه الكوانتيتي وبشوف حاجه اسمها الكواليتي الجوده. فاحنا طبعا هنتكلم اكتر حاجه عن الجوده. زمان كانت الكميه هي المهمه قوي في ان انا اشتغل عليها، ان انا احصل على المياه. دلوقتي بقى القصه كلها بتكمن في الجوده، لان الكميه بقت موجوده لكن الجوده بتاعتها بقت قليله قوي عشان التلوث. فعشان كده اهتموا اكتر بموضوع الجوده. الجوده لما بنيجي ندرس الوتر كواليتي او جودة المياه لحد دلوقتي واحنا ماشيين في المنهج، كنا اتكلمنا على ثلاث حاجات اساسيه. اتكلمنا على حاجه اسمها الوتر كواليتي مونيتورنج او الوتر كواليتي مونيتورنج او مونيتورنج، والوتر كواليتي اسسمنت او الاسسمنت اوف ووتر كواليتي، واتكلمنا على المودلنج. ان انا اول حاجه بعمل نظام وصد بيئي للمنطقه او للنهر او للبحر او البحيرة اللي انا بدرسها، عشان اقدر اقول المية دي تركيبتها عاملة ازاي، الووتر كواليتي بارامترز اللي فيها عاملة ازاي، الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية عاملة ازاي. وعن طريق مجموعة من الووتر كواليتي انديزز او الاندكسز اللي احنا اشتغلنا عليها في السكاشن اللي فاتت، عرفنا نقول في الاخر ان جوده المياه الموجوده في المنطقه دي او نوعيه المياه الموجوده في المنطقه دي كويسه او ضعيفه او وحشه او مش كويسه على حسب نوعيه المياه. وفي الاخر في بقى نقطه اعلى شويه اللي هي الموديلنج او النمذجه، بالظبط زي مثلا لما اجي اصمم مثلا منشا، بشتغل مثلا بالبرنامج الساب وبشوف الاحمال اللي موجوده على المنشا، المنشا لو جاله زلازل ممكن يحصل له ايه. نفس القصه هنا في النمذجه. النمذجه هنا انا بتنبأ باللي ممكن يحصل في المستقبل لو انا عندي نفس لو التبعه دي احول او النهر ده حولته لي موديل على في المعمل او في أو على جهاز كمبيوتر او باستخدام برنامج، لو حصل ارتفاع في درجات الحراره، لو حصل انخفاض في مستوى الميه، ممكن يحصل ايه جوه التبع او البحر ده. احنا هنتكلم اكتر على الجزء ده. الجزء ده مهم ليه؟ لان انا اما حددت منطقه الدراسه ان انا هشتغل مثلا على نهر النيل، ببدا احدد اماكن المواقع الموجوده على طول النهر عشان اشوف مثلا هل لو انا جوه نهر معين وفي مصب او في مصب بيصب جوه النهر ده، هل هيتاثر النهر ده بالملوثات دي، وهيكون معاملات او نوعيه الميه في المنطقه دي عامله ازاي. فعشان كده ببدا اعمل جمع العينات من المواقع دي، وبالتالي ابدا اجيب اجهزه، والاجهزه دي اقدر اقيس منها الووتر كواليتي بارامترز او خصائص نوعيه المياه الفيزيائيه والبيولوجيه والكيميائيه. احنا في الاساس هنتكلم على اجهزه القياس المعمليه ضمن الووتر كواليتي مونيتورنج اللي هي برنامج رصد نوعيه المياه. احنا هنعمل تصنيف اجهزه القياس العمليه دي الى نوعين، اجهزه قياس هيدروليكيه، ودي اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت او في تانية مدني وفي ماده الفلويد ميكانكس او ميكانيكال معمل، وكنا دخلنا المعمل وقسنا تصرف والضغط وعمق الميه والطف، وكان في اجهزه زي البنش هيدروليكي والانابيب بيزومتريه، دي كلها بتقيس بالظبط تصرفات المياه او المياه بتتحرك جوه التبعه ازاي، او تفاعل المياه جوه التبعه او جوه البحر او جوه البحيره عامله ازاي. فدي بالنسبه لنا مش مهمه قوي. اهم حاجه هي اجهزه قياس نوعيه المياه اللي انا عايز اقيس درجه حراره المياه، العقاره، البي اتش، ديزولفد اكسجين،
الهيفي ميتالز، الدي او، البي او دي، السي او دي، الكبريت، الصوديوم، النحاس، الالومنيوم، الزنك، الحديد، المنجنيز، كل ده انا عايز اقيسه جوه المعمل عشان احدد معاملات الميه سواء كانت فيزيائيه او كيميائيه او بيولوجيه. فاجهزه كتيره جدا موجوده، احنا هناخد منها بعض منها الموجود في المعمل عندنا. بس الاجهزه دي زي قفص السيشي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في السكشن، اللي هو بيقيس العقاره، او تابلت الميكرو، او جهاز كاشف الالوان، او جهاز قياس المعاملات المتعدد، وده اللي احنا هنتكلم عنهم كمان شويه. برضه هنعمل تصنيف لاجهزه قياس جوده الميه دي على حسب حاجتين مهمين قوي، على حسب هل الاجهزه دي هتقيس ميه سطحيه، يعني ده مثلا جوه مثلا نهر او حاجه، فانا لما اجي اخد عينات يبقى هحدد مواقع جوه النهر ده، وابدا اجيب مركب مثلا وابدا انزل اخد عينات، او اجيب اجهزه حقليه بتاخد القياسات بطريقه مباشره، ولا انا هشتغل على ميه الشرب. ففي عندي اجهزه معينه بقيس بيها ميه الشرب. وعلى فكره احنا لو انت خدت الورقه دي كده وفتحتها هتلاقي ان في ورقه كده مكتوب عليها مجموعه من العناصر الفيزيائيه والكيميائيه على فكره، زي مثلا التي دي اس، وزي المغنيسيوم، وزي الصوديوم، وزي الكبريت، زي الحاجات دي كلها. فانا بقدر اقيس الارقام دي عن طريق مجموعه من الاجهزه. فانا هشتغل على اجهزه بتقيس ميه سطحيه زي الانهار، زي البحيرات، ولا بتقيس ميه الشرب، ولا بتقيس الميه الجوفيه فهتم اكتر، او بتقيس الميه بتعمل في الزراعه فهتم اكتر بالصوديوم مثلا والمغنيسيوم مثلا، ولا اهتم اكتر بالمعادن اللي ممكن تكون موجوده في المياه الجوفيه. فده مهم قوي اما اجي اصنف الاجهزه القياس، هبقى اصنفها على حسب انا هشتغل بيها بانهي فيلد، في انهي مجال انا هشتغل فيه. ممكن اصنف اجهزه قياس جوده الميه دي على حسب حاجتين، هل هي اجهزه قياس حقليه، يعني ايه؟ يعني باخد القراءه مباشره وانا واقف جوه الايه الحقل، ولا وانا في البحر، وانا في النهر، ولا في التبعه او في البحيره، اقدر اخد القراءه بطريقه مباشره. انا باجر مركب وبكون معايا الجهاز، او انا على السطح وبكون معايا الجهاز وابدا اخد القصه بطريقه مباشره. ولا انا اخد اجهزه معمليه، يعني ايه اجهزه معمليه؟ يعني انا اروح اجيب عينات من نفس الفيلد دي، بس ادخل المعمل واروح للشركات زي المعامل مثلا واخد العينه، ومن العينه اقدر اجيب الووتر كواليتي بارامترز بتاعت العينه دي. بس طبعا في حاجه مهمه قوي، في فرق ما بين الاثنين دول، وفي لكل واحد فيهم ميزه وكل واحد منهم عيب. يعني مثلا مميزات الاجهزه الحقليه انها سريعه جدا في اتخاذ القراءات، عمليه اكتر مثلا. بس لها عيوب، انها ممكن اول حاجه لازم اشيلها واوديها الموقع نفسه، فممكن يحصل لها كسر او يحصل لها حاجه. الحاجه التانيه انها تبقى اغلى جدا من الاجهزه المعمليه، او في يعني ساعات اغلى الاجهزه الحقليه بتبقى اغلى من الاجهزه المعمليه. والتالت حاجه والعيب الكبير فيها انها ما بتكونش دقيقه قوي زي الاجهزه الايه المعمليه. لو الاجهزه المعمليه، الاجهزه الموجوده في المعمل، انا بروح اجمع عينات وبديها المعمل واختبرها، ليها برضه مجموعه من المميزات. مميزاتها مثلا انها بتبقى اكثر دقه، الاجهزه كلها محفوظه جوه المعمل فمش معرضه للتلف. لكن عندها مشاكل، ان اول حاجه بتاخد وقت طويل شويه عشان اخد القراءات او القياسات دي، ممكن القياسات ما تبقاش دقيقه نوعا ما في حته ان انا ما قدرتش اجمع العينه بطريقه صحيحه. يعني ايه يا جماعه انا بطريقه صحيحه؟ ان انا اما اجي اجمع العينات، في عينات على فكره مثلا بتستخدم لان انا اشوف الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه والخواص البيولوجيه، فممكن تكون العينات دي اخدها في ازايز بلاستيك ولا ازايز زجاج. لو زجاج مثلا مهم قوي ان انا اشتغل بيها في الكيمياء مثلا، لكن مثلا البيولوجي ما ينفعش اشتغل مثلا في بلاستيك وهكذا، فلازم اخد بالي من النقطه دي. طيب احنا بقى بالاجهزه دي بنقيس ايه؟ بنقيس حاجه اسمها الووتر كواليتي بارامترز، او الووتر كواليتي كلاستريكتس، او المعاملات جوده المياه اللي احنا قلنا عليها في السكاشن، اتكلمنا عنها كتير جدا في الاول خالص في الجزء النظري. ان احنا قلنا ان في خواص فيزيائيه للميه، وفي خواص كيميائيه، وفي خواص بيولوجيه. خواص فيزيائيه زي درجه الحراره والعقاره والتي دي اس واللون والطعم والريحه، اي حاجه تقدر تلمسها او تحسها جوه الميه. المعاملات او الخواص الكيميائيه دي الحاجات اللي داخله جوه تركيب الميه نفسها، زي الدي او، زي البي اتش، زي الاملاح، السالينيتي، زي المعادن الثقيله، زي الحديد، المنجنيز، الرصاص، زي البي او دي، زي السي او دي.
زي الفوسفات والكبريتات والنيتروجين ومركبات النيتروجين دي كلها معاملات كيميائيه. واخر حاجه مواد بيولوجيه زي الطحالب والبكتيريا والاسماك والكائنات الحيه الموجوده جوه الميه، دي بتبقى مؤشر جيد على هل الميه نظيفه او فيها مشاكل. احنا هنتكلم على ايه؟ على عدد اجهزه. دول الاجهزه دي موجوده في المعمل، والاجهزه دي سهله جدا وبالتالي بتساعدنا جدا ان انا اقدر اخد قياسات الميه. عندي حاجه اول جهاز اسمه يو اس اي بروفيشنال بلس مالتي بارامترز، او احنا بنسميه المالتي بارامترز. ده الجهاز الاول. الجهاز الثاني اليو اس اي 9300 فوتوميتر، وده احنا بنسميه جهاز الفوتوميتر. واخر جهاز هو جهاز الثيرابيتي او جهاز الايه العقار. هنبدا اول حاجه بجهاز اليو اس اي بروفيشنال بلس مالتي بارامترز. الجهاز ده هو ده الجهاز بتاعي. الجهاز ده جهاز حقلي مش معملي، يعني باخد معايا الحقل وبشتغل بيه، وينفع اشتغل بيه في المعمل لو انا هاخد عينات قريبه جدا من المعمل، مش عايز اخد بيه بالجهاز واطلع بيه بابا، وممكن اشتغل بيه جوه المعمل. بس في الاغلب هو شغال جهاز حقلي بيستخدم في قياس معاملات الميه. بيقيس ايه؟ بيقيس معاملات فيزيائيه وكيميائيه بس، ما بيقيسش معاملات بيولوجيه. معاملات فيزيائيه زي ايه؟ زي درجه الحراره والتي دي اس، وكيميائيه زي الدي او وزي البي اتش وزي الاملاح وزي التوصيله الكهربائيه. الجهاز بيتكون من ايه؟ بيتجوز من تلات اجزاء رئيسيه. اول حاجه في الجزء ده هو الجهاز نفسه، عباره عن شاشه عرض، ودي ووتر بروف ضد الميه يعني، وبتظهر عليها النتائج وهنبص عليها دلوقتي. ده رقم واحد. رقم اتنين في حاجه هنا مهمه قوي اسمها السنسورز، ودي اللي انا بحطها جوه الميه وبتكون من مجموعه من السنسورز هنتكلم عنها دلوقتي. واخر حاجه اللي هو سلك اتصال ما بين الشاشه واجهزه الاستشعار، وده هو السلك ده او الكيبلز ده، وده طوله حوالي من 30 ل 40 متر، وده بيدخل جوه الميه بالسنسور عشان في الاخر يقيس لي معاملات جوده الميه. ازاي باخد القرارات مع الجهاز؟ انا ممكن اجر مركب او من فوق كوبري، وهنبدا نشوف فيديو كمان شويه بيقول لي ازاي بقدر اخد القياسات دي. وببدا اول حاجه اوصل الجهاز ده بالسنسورز، وبعد السنسور ابدا انزله جوه الميه. انزله مسافه معينه، المسافه دي على حسب عمق الميه. يعني مثلا لو عمق الميه 3 متر يبقى يفضل ان انا انزله على الاقل متر او متر ونص تحت الميه، يعني بالظبط في التلت المسافه الموجوده فيها الميه، على حسب نوع السطح او نوع الميه اللي انا بشتغل بيها، هل انا بشتغل في تبعه ولا مصرف ولا بحيره ولا نهر. بعد كده باخد القراءات عن طريق الجهاز هنا، ان السنسور بيديني قراءات على الجهاز ده. الجهاز بيقيس حاجات كتير جدا زي ما قلنا، بيقيس حوالي 6 حاجات. هناخد منهم مثلا اول حاجه ان هو بيقيس مثلا درجه الحراره بالدرجه السيليزيه، بيقيس الدي او بالملي جرام على لتر اكسجين مذاب، بيقيس لي السالينيتي بالبي بي تي او جزء من الثاوزنت من الالف، او بيقيس البي اتش زي مثلا البي اتش رايح هنا 7.77، هو بيقيس الاس الهيدروجين. نظرية عمل الجهاز، الجهاز ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق السنسورز. زي اكن بالظبط مثلا التلفزيون عندي في البيت، اللي هو مثلا بأريال مثلا، وبحط الأريال فوق في السطح، وفي الاخر بوصله بالتلفزيون من تحت. فالأريال زي ما بيستقبل الاشارات والموجات الصوتيه والضوئيه، الاجهزه الشعب دي بتمتص بتستقبل الميه، وبالتالي بتقدر تحلل السنسورز دي الميه الى مجموعه من البارامترز. فانا تقريبا في السنسور اللي عندي ده بتبقى فاضيه، وانا ببدا اركب فيه السنسورز دي. عندي سنسور بيكون مستخدم للدي او، ده سنسور بيكون مستخدم للزول اوكسجين، بروح اشتري له سنسور خاص بيه. في سنسور تاني بيقيس درجه الحراره والتوصيليه اللي هو ده، وفي سنسور تانيه فاضيه انت ممكن تحط فيها اي حاجه انت عايزها. فاحنا في الاغلب مثلا بنحط فيه مثلا هنا بي اتش مثلا، وفي سنسور تاني مثلا بنحط فيه دي او او بي او دي، اي حاجه انت عايزها. بس الاساس الموجود عندنا مثلا بنشتغل بيه، بنشتغل دي او، بتشتغل ليه درجه حراره والتوصيليه والاملاح، وبنقيس مثلا البي اتش. عايز تقيس اي حاجه ثانيه هتجيب السنسور ده يكون بيقيس الحاجه اللي انت عايزها دي، وتشتريه وبتبدا تقيس بيه كل القيم اللي انت عايزها. It even works with any combination of YSI Pro Series cables, sensors, and accessories. The YSI Pro Plus is the ultimate handheld sampling instrument. The Pro Plus can measure temperature, conductivity, specific conductance,
salinity, total dissolved solids, dissolved oxygen, pH, ORP, barometric pressure, ammonia, chloride, and nitrate. Let's take a closer look at some of its many features. The Professional Plus has a remarkable 5,000 data set memory with 100 user-defined folders and site name capabilities. A graphic display with detailed on-screen help function. Free data manager desktop software, including view, print, and export graphical and tabular data. Conduct real-time studies along with a ProCom 2 saddle, continuous or single event logging, detailed GLP data records calibration data, up to 100 GLP files. A USB connection will power the instrument, or power through batteries, wallpaper, cigarette light, or universal cell phone charger options, an auto buffer recognition for US or NIST buffer sets. User-adjustable auto-stable with prompts holds data on the display. Recalibration prompts to ensure accurate readings. Backlit display and keypad. Multiple user-replaceable sensor options. Lab-grade ISE sensors and BOD probe available to make a true lab field instrument. The YSI Pro Plus interchangeable sensors and extra durable cables nearly eliminate downtime. And with its low cost of ownership, your initial investment will provide a great return for years to come. The YSI Pro Plus has all the built-in support you'll need for the lab or field. All YSI products are rugged, accurate, and reliable. And all Pro Series instruments include a 3-year instrument warranty, 2-year cable warranty, IP67 waterproof rating, rugged military spec connectors on all meters, 1-meter drop test rating, and a rubber over molded case. الجهاز بقى التاني اللي معانا واللي احنا هنتكلم عنه هو جهاز USI 9300 فوتوميتر او احنا بنسميه كاشف الالوان. ده جهاز الكتروني معملي، يعني بيبقى بنحطه في المعمل ما بنطلعش معانا الفيلد. بيستخدم لقياس اكثر من 70 معامل كيميائي، هو في الاغلب بيقيس معامل كيميائي بس، بيستعمل اغلب المعامل الكيميائية الموجودة عندنا زي النتوات والنيتريت والكابيتات والفوسفات والحديد والمنجنيز والامونيا والكلورايد، اي عنصر كيميائي انت ممكن توقعه بالجهاز ده بيقيسه. بس الشرط الاساسي ان انت يكون معاك مجموعة من الاقراص اللي بتعرف تقيس البارامترز دي، وهنتكلم عنها دلوقتي. واحد القياس دايما المستخدمة هو ملي جرام على اللتر. الجهاز بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 اجزاء رئيسية، اللي هو ان انا فينا عندي شاشة هنا او جهاز هنا بياخد القراءات، عندي فيه مجموعة من الانابيب الاختبار، هما 8 دول انابيب اختبار، وعندي اقراص خاصة بكل معامل من معاملات نوعية المية، وبيديك معاه كده مجموعة من الاقلام الخاصة البلاستيكية اللي ممكن اكسر بيها الرصاص المعدنية دي، والغطا ده بيتحط وانا بدخل المجموعة من اللبيب دي جوه الجهاز، وبحط عليها الجزء ده عشان يبقى فيه عتم شوية للعينة بحيث اقدر اخد القياسات بطريقة سهلة ومباشرة. الجهاز بيشتغل ازاي؟ اول حاجة ان انا بشغل الجهاز عادي خالص، بيقول لي insert blank. اول حاجة اللي انا بختار ايه البارامترز اللي انا عايز اشتغل بيه. انا مثلا بشتغل مثلا ماغنيسيوم، فبختار الرقم ده موجود في الكتالوج جوه الجهاز، بيكون في كتالوج جوه الجهاز. الكتالوج جوه الجهاز ده بيديني يقول لي مثلا انت هتشتغل ماغنيسيوم مثلا هتشتغل ايه، وابدا عن طريق الجهاز ده ان انا اشتغل بحسب البارامترز اللي انا هشتغل بيه. فاول حاجه بيقول لي حط البلانك، يعني عايز احط هنا العينه من غير اي اضافات، عينه بيضه زي دي كده مثلا احطها جوه الجهاز هنا. بعد كده اشيل العينه دي خالص، وهيطلب مني ان انا احط الايه السامبل نفسها، العين اللي انا واخدها من الحقل. بس بعد ما احط لها الحبايه وابدا اكسر الحبايه دي وبسيبها لمده معينه، ممكن اسيبها 5 دقائق 10 دقائق، اي وقت من الدقائق على حسب ايه بقى، على حسب نوع العنصر اللي انا بشتغل بيه. وهتلاقي على فكره ان كل عنصر من العناصر دي لون معين، بعد ما احط العبايه بفتره اللون ده بيتلون. يعني مثلا المنجنيز بيبقى لونه بالشكل ده، الفوسفات بيبقى لونه مزرق شويه، الامونيا بيبقى لونه اخضر، النيتريت مثلا بيبقى لونه مثلا زي اللون ده، وردي مثلا زي اللون ده، على حسب ما انا شغال عفوا على حسب ما شغال اي نوع من انواع البامبرز.
وفي الاخر بدخل العينه تاني وبغطيها وابدا اخد قوام بيطلع لي قوام بالملي جرام على الجهاز ده. بيقيس كثافه اللون العينه وشويه ممكن الالوان طبيعي. ازاي ان انا اول حاجه ما بحط البلانك اللي هو العينه اللي انا واخدها من التبعه بس من غير اي ضغط من غير اي حبايات وبيسلط اشعاع على جوه العينه دي وبياخد طول الموجي للعينه واللي هي طبعا المفروض انها شفافه مبقاش اي لون. بعد ما احط بقى بعد ما بحط بقى القرص وبكسره القرص ده بيظهر لي اللون بتاع العينه على حسب العنصر اللي انا شغال بيه. انا شغال منجنيز فالكاشف ده بيكشف لي لون المنجنيز الموجود جوه العينه وعلى حسب اللون هل هو غامق او فاتح بيديني درجه او قيمه البرامترز الموجود جوه العينه ده. وطبعا كل ما اللون يزيد كل ما تركيز المعامل نفسه يزيد. فلو لقيت مثلا ان اللون ده غامق قوي معناه ان تركيز العنصر ده غامق قوي. يعني لو اعتبرنا مثلا ده منجنيز فده منجنيز بس قليل لكن ده منجنيز عالي عشان ده تركيزه اعلى. وطبعا بيتم معرفه الجهاز اوتوماتيكيا جوه الجهاز نفسه عن طريق مجموعه من او الطريقه يعني بسيطه بعد ما بعاير الجهاز كل مره بحيث الجهاز ما يبقاش فيه مشكله. ده فيديو بسيط بيشرح ازاي اقدر اشتغل. ده فيديو بسيط عن طريق اقدر بشوف الجهاز بيشتغل ازاي. طبعا دي مجموعه الاقراص اللي بتكون موجوده في العينه عشان اقدر اكسرها واشوف العينه عامله ازاي. باخد عينه من المياه الطبيعيه وببدا عن طريق الكتالوج هو بيشرح لي الطريقه اللي انا بشتغل بيها. الطريقه دي على فكره مش واحده يعني هتلاقي انه مع كل برامتر طريقه معينه بازاي اقدر اشتغل بالعينه دي. وبيبدا يدخل هنا الميه اللي جايه الموجوده وبيعمل عينه اول حاجه بلانك فاضيه خالص. وبعدين بيجيب واحده ثانيه فاضيه خالص ويحط فيها القرص على حسب ما هو عايز يقيس ايه. مثلا عايز يقيس الاوزون عايز يقيس النيتروجين الفوسفات زي ما هو عايز ويبدا يكسر العينه دي باستخدام المعادله اللي احنا قلنا عليها دي. وبعد شويه بيقوم ضايف الميه وسابها لمده 10 دقائق 5 دقائق على حسب برضه الكتالوج الموجود مع الجهاز. هو بيقول لي اسيب كل عنصر على حسب وقت قد ايه. بعد فتره بلاقي ان العنصر العينه اتلونت بالشكل ده كده. دي البلانك ودي المتلونه. طبعا مهم قوي في الحته دي ان لازم يكون العينه نفسها فوق ال 10 مللي ما تبقاش تحت حتى لو بسنتي لا او بملي. لان لو كده يبقى في مشكله في الجهاز لان الجهاز بياخد قوام معين. اول حاجه بمسح البلانك وبختار الرقم اللي انا هشتغل عليه على حسب برضه الكتالوج اللي معايا جوه الجهاز وبحطه جوه العينه وببدا اتك اوكي. طبعا بغطيه عشان امنع ان في اي ضوء خارجي يلون الميه. بعد كده بيقول لي اطلب من السامبل بحط السامبل وغطيها برضه واخد القراءه بتاعتي هيديني قيمه للقراءه بتاعتي. لو انا شاك في الرقم ده ممكن اقدر اعيد التجربه اكتر من مره واخد الايه واخد المتوسط بتاعت الايه بتاع القراءات اللي انا عايزها وفي الاخر يبقى ده قيمه الرقم اللي انا بشتغل بيه.
طيب اخر بقى جهاز عندنا هو جهاز التربيتي او تربيتي ميكا او جهاز العقارة. طبعا جهاز بيستخدم جهاز معملي، انا بشتغل بيه في المعمل، بجيب العينة وبشتغل بيه في المعمل، وده بيقيس العقارة. ده بيقيس العقارة اللي هو التربيتي. العقارة طبعا احنا فاهمين انها ده عبارة عن معامل من المعاملات الفيزيائية للمية. العقارة عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني انا بقيس عن طريقها مدى ضبابيط او صفاء المياه العذبة، وده بيقيس بالظبط هل المية او ضوء الشمس بيخترق مسافات قد ايه جوه المية. فهو مهم جدا انه بيعبر عن هل في مواد عالقة موجودة جوه المية او لا، والمواد العالقة دي ممكن ان انا اشوفها بالعين المجردة. الوحدة اللي بستخدم بيها هي وحدة جديدة جدا اسمها NTU، ودي وحدة على حسب طبيعة قياس الجهاز اسمها نوتوفيمتريك تربيتي يونت. الجهاز بيكون من ايه؟ الجهاز بيكون طبعا هي عبارة من 0% الوحدة دي من 0%، يعني 0 دي معناها ان مفيش عقارة، 100 دي يعني جهاز عقارة 100%، وكل ما ببعد عن 100 وقرب من 0 كل ما العقارة بتقل، والعكس صحيح، كل ما اقرب من 100 كل ما العقارة بتقل. الجهاز بيكون من ايه؟ مجموعة من الحاجات اللي هو مداني مع الجهاز، زي اول حاجة ان انا عندي هنا الشاشة دي اللي بقى منها قيمة العقارة من 0% على حسب المية، مديني هنا مية في المية دي 0 NTU و100 NTU، يعني مية ما فيهاش عقارة خالص ومية فيها عقارة. ليه مديني الاثنين دول؟ عشان استخدمهم في عملية الكالبريشن. ايه الكالبريشن دي؟ ان انا اتاكد ان الجهاز ده بيشتغل من الصفر، ما بيشتغلش من اي نقطة تانية. بعمل معايبة للجهاز بحيث المعايبة دايما يبدا من الصفر، ما يبداش من رقم تاني. وحضرتك اي جهاز بيستخدم في المعمل او عملي لازم اعمله عملية معايبة، لان انا لو ما عملتش معايبة هيبقى نسبة عالية من الخطأ، فانا بفاديها ان انا بخلي نسبة الخطأ دي بتساوي صفر. وبيديني بقى مجموعة من الانابيب الفارغة اللي انا بحط فيها المية وبقيس منها الايه قيمة الايه قيمة التربيتي. طب نظرية عمل الجهاز ده ان هو بيعتمد على قياس تشتت الضوء. احنا عارفين ان انا لو انا عندي ضوء بمواجهه جوه مية هيتشتت نتيجة ان في مواد عالقة، بس هو بيستخدم طريقة معينة. ايه الطريقة المعينة دي؟ دي السامبل الازازة الفاضية اللي فيها المية، وده الجهاز نفسه فيه ضوء اصطناعي بيسلطه على العينة عن طريق عدسة. العدسة دي بتركز الضوء على العينة. وطبعا في هنا مجموعة من الجزيئات او الجسيمات العالقة جوه سطح المية اللي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تمتص او تشتت الضوء. هو بيعمل ايه بقى؟ بيجمع الضوء اللي بيتشتت من العينة مش على الخط المستقيم ده، لا على زاوية 90. دي طريقة معينة اسمها الطريقة دي اسمها نوفيميتر، اللي انا عن طريقها بقيس الوحدة القياس اللي هي NTU. وبالتالي انا اقدر اقيس او اقدر احدد كمية الضوء المتشتت على المرشح ده، وعلى حسب الكمية دي بيحدد لي العقارة قد ايه. فكل ما تزيد كمية الضوء المشتت من العينة على المرشح على زاوية 90 ده، كل ما نقول ان العينة دي فيها عقارة مية كبيرة. هنشوف دلوقتي فيديو بيشرح ازاي اقدر اعمل كالبريشن الاول، وبعد الكالبريشن دي احط عينة وفيها مية واقيس درجة العقارة اللي فيها عاملة ازاي. بيشرح هنا الجهاز نفسه عامل ازاي وممكن تعمل كالبريشن، وازاي انا بصفر الرقم وفي الاخر ببدا اشتغل بالجهاز هنا. والجهاز برضه بيكون موجود معاه عينه زي وعينه 100 وعينه فضه. اول حاجه هو يبدا هنا يعمل معايبه للجهاز. ان هو بيحط اول حاجه الزيرو، وبعدين بيتك على التست بس برقم عالي شويه، وبعدين يبدا يحط بعد كده العينه ال 100 عشان يظبط الجهاز بحيث انه دايما يبدا يقيس من 100 ما يقيس من الصفر. هو حط هنا الزيرو كده ويعمل تيست. لو طلع الرقم هنا اكبر من الزيرو بيتك على قيمه الزيرو بحيث انه يصفره. بعد ما بيصفره بقى بيرجع تاني يعمل تيست.
وهيطلب جوه الجهاز يقول لك انا عايز المية عشان اقدر اقيسه، ويطلب مني هنا الزيرو احط الزيرو، ونطلب مني المية احط المية. يبقى هو كده بالظبط الجهاز جاب اعلى رقم اللي هو المينيمم، اقل رقم اللي هو المينيمم زيرو، واعلى رقم اللي هو الماكسيمم اللي هو 100. فانت بعد كده لما تيجي تحط عينه جوه الجهاز هو هياخد القرار ما بين الزيرو والايه زوم. دي هي عمليه الكالبريشن اللي بتحصل للعينه. ต่อไปครับก็จะเป็นการคาลิเบรตครับโดยการกดที่ปุ่มเทสและแคลค้างไว้นะครับต่อไปครับเปลี่ยนค่าสแตนดาร์ดนะครับให้เป็นค่า 100 NTU ครับ กดแคล1ครั้งนะครับหลังจากแคลเสร็จนะครับเราก็มาลองเช็คว่าเครื่องนี้อ่านค่าตรงหรือเปล่านะครับโดยการกดเทส1ครั้งครับ طبعا بعد كده بعد بقى ما جبت القراءات دي وجبت القياسات سواء كان البي اتش او الدي او او الذوب الاكسجين او البي او دي او السي او دي، بيبقى عندي هنا في قانون زي قانون 48 لسنه 82 للمياه السطحيه العذبه، وببدا اقارن ما بين القيم دي بحيث القيم دي لو انا لو القيم طلعت في الحدود المسموح بها انها ما تزيدش او ما تقلش عن الارقام دي، ساعتها اقدر اقول ان العينه اللي انا واخدها دي او القيمه اللي انا واخدها دي في الحدود المسموح بها وبالتالي صالحه للاستخدام، صالحه سواء كان للشرب او للزراعه او للصناعه او اي حاجه من الاستخدامات بتاعه الميه. اتمنى يكون الفيديو ده خفيف عليكم ما يكونش تقيل، الجزء ده مهم قوي بس ان انا اعرف الاجهزه اللي انا بتعامل معاها ازاي وليه بستخدم الاجهزه دي عشان بعد كده اشتغل بيها، اشتغل اعرف اعمل تقييم لنوعيه الميه. وفي حد عنده اي اسئله او اي استفسار انا موجود على طول متاح ليكم. بالتوفيق ان شاء الله، وباذن الله تكون دي فتره قصيره وتعدي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.